سارة سالم أخصائية حالة في منظمة غير حكومية تسمى معاً من أجل الأطفال، وبينما كانت في المنزل مع أسرتها تلقت مكالمة إحالة عبر الخط الساخن للمنظمة. كانت المكالمة من ممرضة في مركز للصحة العامة، حيث تلقت فتاة عمرها 9 سنوات تدعى ليلى صروان المعالجة من جرح. لكن ما أثار قلق الممرضة هو أن ليلى جاءت بمفردها وبدت حزينة جداً، وعندما هدأت اكتشفت الممرضة أنها كانت تبيع المناديل الورقية في الشارع لإعالة أسرتها. حضرت والدة الفتاة لأخذها وطلبت منها الممرضة رقم هاتف. مرحباً، هل أنت السيدة لوجين صروان؟ نعم. مرحباً سيدة لوجين، اسمي سارة سالم وأعمل في منظمة معاً من أجل الأطفال. أحد الزملاء في المركز الصحي حيث كانت تعالج ليلى أعطاني رقم هاتفك. هل يناسبك أن نتحدث الآن؟ لست متأكدة من سبب رغبتك في التحدث معي. حسناً، في العادة كنت لآتي إلى منزلك لأتحدث إليك وإلى ليلى وجهاً لوجه، لكن لسوء الحظ مع قيود كوفيد أصبح ذلك غير ممكن. آمل أن نتعرف عبر الهاتف على بعضنا البعض ونقرر ما إذا كان بإمكاننا تقديم الدعم لك ولليلى بطريقة ما. تقدم منظمتنا خدمات يمكن أن تساعدك أنت وليلى، ويمكننا أن نقرر ما إذا كان توصيلك بهذه الخدمات سيكون مفيداً. هذه العملية تسمى إدارة الحالة، وتقدم للأطفال الذين قد يكونون أكثر ضعفاً لأسباب مختلفة. هل سمعت عن تقديم هذه الخدمات للآخرين في مجتمعك؟ نعم، لكن يتواصل أخصائيو الحالة مع العائلات المنكوبة للغاية. إدارة الحالات ليست فقط للعائلات المنكوبة، ولكن أيضاً للعائلات والأطفال الذين يمرون بأوقات عصيبة. يمكننا أن نقرر معاً خطة تناسبك أنت وليلى. ما رأيك؟ نعم بالتأكيد. آسفة، أنا متعبة قليلاً اليوم. أعتذر عن محادثتك في وقت غير مناسب. أتمنى أن تكوني أنت وعائلتك بخير. في الواقع، زوجي مريض بفيروس كورونا وهو في عزل. ولحسن الحظ لم يكن في المنزل عندما أصيب بالفيروس، كما أنه فقد وظيفته. أنا قلقة حقاً بشأن صحته، ولكن أيضاً أفكر كيف سأطعم ليلى وإخوتها الأربعة. آسفة لسماع ذلك، إنه وضع صعب للغاية. هل أنت على اتصال مع زوجك؟ نعم، نتحدث يومياً ويبدو أنه يتحسن قليلاً. حسناً، هذه خطوة للأمام، وأنا متأكدة من أن البقاء على اتصال سيساعده أيضاً. هل يوجد أي شخص في مجتمعك يمكنك التحدث إليه مع مراعاة التباعد الاجتماعي؟ أنا وجارتي نتحدث أحياناً عبر الحائط. أتمنى أن تستمري في مقابلة جارتك، والآن نحن في خدمتك ويمكننا الاستماع إلى مخاوفك. أريدك أن تعلمي أن أي شيء نتحدث عنه سيبقى سرياً إلا في حال كان هنالك خطر عليك أو على أطفالك. هل لديك أي أسئلة؟ لا، ليس الآن. حسناً، أود التحدث مع ليلى الآن إذا كان هذا مناسباً. بالتأكيد. ليلى؟ مرحباً. مرحباً ليلى، اسمي سارة سالم، أنا عاملة حالة في منظمة معاً من أجل الأطفال. أهلاً. أنا آسفة لأنني لا أستطيع التحدث معك وجهاً لوجه لأن الأمر صعب حالياً بسبب كوفيد. كيف حالك؟ أنا بخير، شكراً لك. أعلم أن الأمور صعبة في الوقت الحالي. والدتك وافقت على أن نعمل معاً لإيجاد خطة دعم لك ولعائلتك، لكني أود التأكد من موافقتك على هذا أيضاً. نعم، بالتأكيد. ليس عليك التحدث عن أي شيء لا ترغبين بالحديث عنه، اتفقنا؟ أريدك أن تعرفي أنني لن أشارك ما تقولينه مع أشخاص آخرين دون طلب إذنك، إلا إذا كنت في خطر. حسناً. حسناً،
سأطرح عليك بعض الأسئلة وسأكون ممتنة حقاً لو أجبت عليها بصدق وصراحة حتى نتمكن معاً من اكتشاف أفضل طريقة لدعمك أنت وعائلتك. بالتأكيد. هل يمكننا التحدث الآن؟ نعم. كيف حال جرحك؟ هل هو مؤلم؟ كان يؤلمني بالأمس، لكنه أفضل قليلاً اليوم. كيف تأذيت؟ لقد سقطت عندما كنت أسير إلى المنزل في الظلام الدامس. كنت عائدة إلى المنزل في الظلام؟ هل يمكنني أن أسألك عما كنت تفعلينه؟ كنت أبيع المناديل في الشارع. هل تقومين بذلك عادة؟ نعم، إنها طريقة لمساعدة عائلتي. هل كنت وحدك في الشارع؟ لا، كنت مع مجموعة من الأطفال. هل الوضع آمن هناك؟ نعم، في النهار وحين يوجد أناس آخرون في الجوار. يجب أن تظلي قريبة من الناس، ولكن مع جائحة كوفيد أصبح القرب من الناس مخاطرة أيضاً. هل ترتدين كمامة عند بيع السلع في الشوارع؟ وهل تغسلين يديك كثيراً؟ لا، ليست لدي كمامة، ولا توجد أماكن كثيرة لغسل اليدين في الشوارع. هل تذهبين إلى المدرسة بانتظام؟ لم أذهب منذ أن فقد والدي وظيفته. آسفة لسماعي أن والدك قد خسر وظيفته. هل أمك وأبوك موافقان على عملك في الشارع؟ نعم، لكنهما قالا لي إنه فقط لفترة قصيرة حتى يتمكن والدي من العثور على عمل ما. ولكن والدي أصيب الآن بفيروس كورونا، وعلم بعض الأطفال الآخرين بذلك فصاروا. إنه أمر صعب حقاً. خذي نفساً عميقاً. صاروا يضربونني بالعصي ويقولون لي إنني مصابة بفيروس كورونا. أنا آسفة حقاً لما فعله هؤلاء الأطفال. لا يلام أحد على مرضه. هل هناك مكان آخر يمكنك البيع فيه وفيه إضاءة جيدة وآمن وبعيد عن الأطفال الذين يؤذونك؟ نعم، أبعد قليلاً. حسناً، دعينا نتفق على أنك ستبيعين في هذا المكان الجديد، وسنرتب لك الحصول على كمامة ومطهر لليدين. وأرجو منك عدم المشي وحدك إلى المنزل في وقت متأخر من الليل. هل يمكنك العودة قبل حلول الظلام؟ نعم. حسناً، هذه هي خطتنا. تنتقلين إلى مكان جديد وتعودين إلى المنزل قبل الظلام. سأقوم بإحضار كمامة ومطهر من الصيدلية غداً، ويمكن لأمك استلامهما. بعد بضعة أيام يمكننا إجراء مكالمة أخرى لنرى كيف حالك. يمكنني تحديد موعد مع والدتك. هل هذا مناسب؟ نعم. يمكنك أيضاً الحصول على رقم هاتفي في حال احتجت للتحدث معي أو مع أحد زملائي. إنه 078-965-4321. حسناً، شكراً. شكراً يا ليلى، كان من الجيد التحدث معك. هل يمكنني التحدث مع والدتك مرة أخرى من فضلك؟ بالتأكيد. مرحباً. مرحباً سيدة لوجين، من الجيد أنني تحدثت إلى ليلى، فقد ذكرت أنها تواجه بعض المشكلات مع أطفال آخرين في الشارع. نعم، أنا غير مرتاحة لهذا الوضع، لكن توجب على ليلى مساعدتنا في الحصول على المال لاحتياجاتنا الأساسية. فهمت. هل تعتقدين أن إيجاد مكان مختلف للبيع والعودة إلى المنزل قبل حلول الظلام سيجعلها بأمان؟ نعم، أعتقد أن ذلك قد يساعد. أتساءل أيضاً إذا كان بإمكاننا تحديد وقت آخر للتحدث لمعرفة ما إذا كانت هناك حلول أخرى. هل هناك وقت ويوم أكثر ملائمة؟ الأسبوع القادم، نفس اليوم والوقت. هل سأستخدم نفس الرقم؟ نعم من فضلك. رائع. في غضون ذلك يمكنني تجهيز كمامات ومطهر لليدين لليلى ولك من أقرب صيدلية. أي صيدلية؟ صيدلية عبد. حسناً، يرجى زيارة صيدلية عبد بعد ظهر الغد. بالتأكيد، شكراً لك. أشكرك على وقتك يا سيدة لوجين.
سأتصل بك يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل الساعة 7 مساءً. شكراً لك سارة، وداعاً، إلى اللقاء.